لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، فرع الهيئة في أبي غريب يقدم مساعدات إغاثية للنازحين، وفرع الطارمية ينجز مشروعا اجتماعيا. صحيفة المدى، مؤسسة أمريكية، استثمار المنح الدولية في الإعمار فقط لا يمنع ظهور التطرف. في موقع كتابات، انتقادات واسعة لإحجام إيران عن دعم إعمار العراق بالأموال في مؤتمر الكويت. في موقع الجزيرة نت، تصعيد إسرائيلي بغزة ونتنياهو يتوعد بالمزيد. في صحيفة العربية الجديد، منع عودة 1300 عائلة نازحة في ديالة. في صحيفة القدس العربي، شهيدان فلسطينيان في غارات الاحتلال على غزة. وفي صحيفة الحياة، مستشار الأمن القومي الأمريكي، شبكة وكلاء إيران تعزز قدرتها على إطاحة حكومات. السلام عليكم. رزمت نحو 1300 عائلة عراقية نازحة أمتعتها على أمل العودة إلى مناطقها في محافظة ديالى شرق بغداد، التي نزحت منها منذ 3 سنوات، وبعد أن حددت لها الجهات المسؤولة منتصف الأسبوع الجاري موعداً للعودة، لكنها ومع لهفة الانتظار فوجئت بقرار غامض منعها من العودة لأسباب مجهولة، بحسب ما أوردت صحيفة العربية الجديد في تقرير لها. وقال أبو حاتم، 68 عاماً، وهو من أهالي بلدة السعدية في ديالى، للعربي الجديد: قد أبلغتنا الجهات الحكومية في محافظة ديالى بأن موضوع عودتنا إلى مناطقنا قد حسم، وأننا سنعود منتصف الأسبوع الجاري، مبيناً لقد حزمنا أمتعتنا وننتظر أن نتحرك نحو مناطقنا بلهفة. فالقرار كان مفرحاً بالنسبة لنا، خصوصاً أننا نزحنا منذ أكثر من 3 سنوات. وأشار إلى أن القرار المفاجئ الذي أبلغنا به اليوم أنه تم تأجيل عودتنا إلى وقت غير محدد لأسباب غير معروفة، مبيناً أن القرار لا نعلم سببه ولا حتى الجهة التي أصدرته، لكنه كان قراراً قاسياً علينا وأفقدنا أمل العودة، خصوصاً أنه غامض غير معروف التفاصيل. ودعا الجهات المسؤولة إلى التدخل ومتابعة هذا القرار والسماح بعودتنا بأسرع وقت، فلقد ذقنا الكثير من المعاناة في مخيمات النزوح التي تفتقد بشكل كامل لمقومات الحياة. وتضيف صحيفة أن محافظة ديالى المرتبطة حدوديا مع إيران تعد من أكثر المحافظات التي منع فيها النازحون من العودة، وقرار عودة تلك العوائل كان قد اتخذ رسميا من قبل اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية التي تسيطر عليها ميليشيات الحشد، لكن قرار منعهم لم تعرف الجهة التي أصدرت. هل علم العراقيون أن القروض السيادية التي تقدمت بها الدول المانحة هي بيع العراق وثرواته للدول المانحة؟ لأننا نعلم جيداً أن العراق وحكومته لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها نهائياً بسبب المحاصصة والفساد المستشري، والكل ينادي بمحاربته فقط إعلامياً، أما على أرض الواقع فغير صحيح، بحسب الكاتب حسن الشمري في موقع كتابات. هل يستطيع السيد العبادي أن يقول كم من وزير أو مستشار في حكومته متهمون بالفساد أدينوا أو تمت إحالتهم للقضاء؟ وكم من برلماني متورط؟ نعم، 325 نائبا متورطون، لا يوجد أحد بهم نزيه، حتى وزراؤك أو رؤساء الكتل والأحزاب كلهم فاسدون، وهم يعلمون هذا جيدا، لكن يحاولون إخفاء فسادهم بشتى الطرق. أهلي يا عراقيين، إن القروض التي وقع عليها العبادي هي قروض سيادية،
إما أن يتم الحجز على النفط العراقي أو على شركات العراق الدولية كالخطوط الجوية العراقية وما شابه ذلك، أو حتى قد يتم الحجز على المستشفيات الحكومية أو الفنادق الدولية مثل فندق الرشيد أو الشيراتون، أو حتى يمكن الحجز أو بيع القصور التي يقبع بها الفاسدون. وهذا لا يهمهم لأنهم سرقوا من العراق ما يكفيهم هم وعوائلهم إلى أبد الأبدين. ويضيف الكاتب: يا عراقيون، عليكم التدخل بسرعة وإيقاف مهزلة مؤتمر الكويت سيء الصيت، فالكل طبل ورقص أن العراق حصل على أموال لم يفكر جليا أن القروض السيادية هي ليست في مصلحة العراق. لم يكن مشروع مارشال كما بشر بعض الحكوميين العراقيين تخلت عنه واشنطن أسرع مما كان متوقعاً، ولم يجمع 80 بليون دولار كمنح ومساعدات لإعادة الإعمار كما طالبت بغداد. ليس كمثلي أن تفتح دول العالم صناديق أموالها وتنقلها من الكويت إلى منفذ صفوان في البصرة بشاحنات عملاقة. ولم يكن المستثمرون بالحماسة المتوقعة، ولم يتكالبوا على زعماء الأحزاب وقادة الميليشيات لتسهيل استثماراتهم. هذا ما جرى في مؤتمر الكويت كما يرى الكاتب مشرق عباس في مقال له في صحيفة الحياة. القضية تتعدى حجم الأموال المطلوبة للإعمار إلى حاجة العراق إلى تعاون دولي حقيقي لتثبيت مرحلة السلم الاجتماعي الهش الذي يشهده اليوم، وهي ما زالت قابلة للنقوص في أي لحظة إذا ما تخلى العالم عن تعهداته التي عكستها جلسات الكويت، ليس ماليا فقط بل أمنيا وسياسيا أيضا. داخليا ليس مستغربا أن تستخدم القوى التي ترسم خريطة مواقفها من كل القضايا على أساس الدعاية الانتخابية للضرورات الوطنية. كل الوسائل لمنع تحول مؤتمر الكويت إلى مادة انتخابية لحيدر العبادي، فهل سيقدم العراق تطمينات كافية لتهدئة مخاوف المستثمرين الدوليين حول بيئة الفساد الطاردة؟ استمع العبادي الذي قال أخيراً إنه سيستخدم آليات جديدة لمراقبة الأموال إلى هذا السؤال كثيراً في عدد من المؤتمرات والزيارات التي قام بها، ومن ضمن ذلك تفصيل حول استمرار ميليشيات الأحزاب في الضغط على الشركات العاملة في العراق. ويضيف الكاتب: كيف يمكن ضمان أن تجد أموال المنح والقروض الميسرة طريقها بالفعل إلى إعمار المناطق المتضررة ولا تتبدد في تسويات زعماء وأمراء طوائف فاسدين، كما لا تهدر في برامج منظمة الأمم المتحدة التي تستنزف أموال المساعدات لرعاية وحماية ونقل وإقامة وترفيه طاقم إدارة متضخم وغير فعال؟ وهل يمكن أن يضمن العراق استقرارا سياسيا وأمنيا يحفظ مصالح الدول والشركات التي اندفعت للمساعدة؟ أم أن الانتخابات التي ستنطلق في 12 من أيار مايو المقبل ستقلب التوازنات ومعها الطاولات والالتزامات ليجد المستثمر نفسه أمام أطراف جديدة ومزايدات واتفاقات مضافة؟ النظام السياسي في العراق يشبه الأمراض المزمنة، أو بالأحرى الأمراض التي لا علاج لها ولا تنفع معها مهدئات ومسكنات الألم، إلا أن هذه المهدئات مع ذلك تمنع استنفار المرضى في مواجهة الصدمة للبحث الجاد عن علاج فعال ضمن جدول زمني محدد لا يخضع للتجريب والاحتمالات والتوقعات، لأنها ترتبط بمخاطر الموت لغياب التشخيص الدقيق ونقص العلاجات والخبرات الطبية في أجزاء الاختصاصات. هذا هو النظام العراقي الحالي بحسب ما جاء في مقال للكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. حالة الفوضى وضياع البوصلة وخيبات الأمل في النظام أفقدت العراقيين جاذبية الوطن، حيث مكامن القدرة على صياغة ثبات عقدهم الاجتماعي الذي يمنع عنهم الانفراط أو الانفلات في تجمعات خاصة إن كانت صغيرة أو كبيرة أو على اختلاف خصوصياتها القومية والدينية والمذهبية والإثنية. يحتاج الاحتلال إلى سنوات في تدريب العملاء المتمرسين في خيانة بلادهم ليصنع منهم حكاما ببرامج افتراضية معلنة ومكشوفة، لاغيا ذلك الحاجز القديم ما
بين سرية العمالة والتستر على فضيحة التعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية، أي إن جريمة احتلال العراق تمت في وضح النهار وبسبق إصرار وتعمد من أحزاب وأفراد بعمائم أو بدونها وبلا وجل من أوصاف الخيانة. مصائب قرارات الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر في حل الجيش العراقي والمؤسسات كانت بدراية تامة من العملاء تحت الطلب. ويضيف الكاتب: هل احتاجت الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات مماثلة لزمن الحصار بل أطول لتتيقن وبعد كل الإخفاقات ومهازل الإبادات والرعب والتدمير من فشل الحكومات المتعاقبة وفساد الأحزاب الحاكمة بتنوع مرجعياتها الدينية والسياسية، أم أن أمريكا هي التي أبقت على الحبل السري التي تعتاش عليه الطبقة السياسية التي صنعت من فكرها المتخاذل وشخوصها الهزيلة منذ أيام ما يعرف بالمعارضة؟ هذا النموذج من الحكم ما يجري في العراق هو أولا وأخيرا من صنع الاحتلال الأمريكي والمحاصصة الطائفية، كانت وبالا في الماضي والحاضر وعلى مستقبل العراق حتما. وما مفردات بيئة ومكونات وحواضن وشراكة وتهميش وإقصاء وحتى إرهاب إلا برنامج لمتعهدي استغلال وتوريط نسبة كبيرة من شعب العراق في حفرة المحاصصة واحتكار السلطة بزراعة الخوف من أجل حصاد انتخابي جمعي بالمقابل. أدت الأحداث التي شهدها العراق في السنوات الأربع الأخيرة إلى تدهور الجانب الإنساني بشكل متلاحق ومتزايد، أسوة ببقية الجوانب التي لم يبقى منها ما يحظى باستقامة أو ثبات، فطالت تأثيراتها السلبية جميع فئات المجتمع لا سيما الأطفال الذين باتوا في أتون عواصف تراعاتية من الفقر والجهل ونقص أسباب الحياة ولوازم المعيشة بحسب تقرير نشر في موقع الهيئنات. ويشخص مختصون في مجال التربية وحقوق الإنسان أن الأطفال العراقيين رغم أنهم يعدون مستقبل العراق إلا أنهم وخاصة النازحون منهم يواجهون نوعا آخر من الحروب تتمثل في الإهمال والتجاهل وتفشي البيئات ذات الأمية واللجوء إلى اقتحام عوالم من الأعمال الشاقة والمشاغل المنهكة التي لا تناسب أعمارهم، علاوة على انقطاع أغلب سبل الدعم النفسي والغائي والتربوي والتعليمي وغيرها، ما يجعل مستقبل المجتمع العراقي تائها في غياهب المجهول. ورغم عودة قسم من الأسر النازحة إلى مناطقها سواء كانت هذه العودة قسرا أو اضطرارا، إلا أن الكثير منها وجدت أن المنازل التي نجت من الانهيار والتهديم بحاجة ماسة إلى إصلاحات رئيسية وضرورية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن التي تعاني منها البلاد قبل النزاع أصلاً، وفق ما أورده المدير الإقليمي لليونيسف الذي أكد في تصريح أدلى به مؤخراً بأن مدينة الموصل شهدت إلحاق الضرر أو الدمار بأكثر من 21,400 دار سكنية، ولم يكن للأسر الأشد فقراً خياراً آخر سوى العيش في أنقاض منازلهم في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر بالنسبة للجميع وللأطفال على وجه خاص. ويضيف التقرير أن حكومة بغداد الحالية تتعمد ممارسة سياسة تنفيذ أحكام الموت البطيء تجاه شرائح واسعة من المجتمع العراقي وخاصة في المحافظات المنكوبة عن طريق استهداف الأطفال بالإهمال تارة وتعمد عدم توفير الحماية لهم تارة أخرى وتجاهل التحذيرات والتقارير التي تكشف عن حجم الأخطار المحدقة بهم تارة ثالثة من أجل ضمان سوداوية مستقبلهم والسعي لعدم تأسيس أي نواة للحضارة في مدنهم ومحافظاتهم على المديات البعيدة، وذلك تنفيذا لمخطط تغيير شكل التركيبة السكانية فيها واستعدادا لتنفيذ مشروع التوطين الطائفي الذي ترعاه إيران. ظن البعض مؤخرا أن الحرب بين إيران وإسرائيل قد تندلع بين لحظة وأخرى بعد أن ادعت إسرائيل أنها أسقطت طائرة استطلاع إيرانية داخل الأجواء الإسرائيلية كانت قادمة من قاعدة إيرانية في سوريا. ومما زاد في تأزم الوضع بين طهران وتل أبيب أن النظام السوري أسقط طائرة إسرائيلية في اليوم نفسه لأول مرة منذ 31 عاما.
هذه الأجواء المحمومة جعلت الكثيرين يتوقعون أن تشتعل الحرب بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل طبعا من جهة أخرى، لكن السياسة علمتنا ألا نأخذ أبدا بظاهر الأمور، بحسب الكاتب فيصل القاسم في صحيفة القدس العربية. قالها لي باحث سوري كبير يعيش في أمريكا منذ الأيام الأولى للثورة السورية، وهو مؤيد للنظام بطريقة ذكية. قال: لا تتفاجأوا بالتغلغل الإيراني المتزايد في المنطقة عموما وسوريا خصوصا، فهناك اتفاق بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى يسمح لإيران بالتمدد واستعداء العرب للتخفيف من العداء العربي لإسرائيل. بعبارة أخرى، هناك اتفاق بين إسرائيل وإيران على تقاسم العداء مع العرب، فبدلا من أن تظل إسرائيل البعبع والعدو الوحيد للعرب في المنطقة، تتقاسم العداء مع إيران بحيث يخف الضغط عن إسرائيل. ولو نظرنا الآن لوجدنا ثمرات هذا الاتفاق على الأرض. ألم يصبح غالبية العرب ينظرون إلى إيران على أنها أخطر عليهم من إسرائيل؟ وبالتالي فإن كل العداء هذا الظاهر بين الصفيوني والصهيوني مجرد ضحك على الذقون. أما الخوف الإسرائيلي من الوجود الإيراني في سوريا ولبنان فقد أصبح نكتة سمجة لم تعد تنطلي على تلاميذ المدارس. ويضيف الكاتب: لو كانت إسرائيل تخشى من إيران وميليشياتها الطائفية في سوريا لما سمحت هي وأمريكا لتلك الميليشيات بدخول سوريا أصلاً. ومن سلم العراق لإيران على طبق من ذهب لا يمكن أن يعرقل التغلغل الفارسي في سوريا، ومن يخشى من حزب الله في لبنان لا يمكن أن يسمح لإيران بإنشاء 1000 حزب الله في سوريا. يستطيع الآباء في ميامي الأمريكية أن يشتروا طمأنينة نفوسهم مقابل 120 دولار، ويرسلوا أبنائهم بعد ذلك إلى مدارسهم، وذلك عبر إتاحة الخيار للآباء لشراء صفائح بلاستيكية صلبة يمكن وضعها داخل حقيبة ظهر، وتكون من القوة بحيث تعترض طريق رصاصة، وهي خدمة مفيدة في دولة لا تتعلق عملية إطلاق الرصاص القادمة بمدارسها باحتمال وقوعها، وإنما بموعد تنفيذها. وبالإضافة إلى الألواح الواقية من الرصاص المعروضة على الإنترنت، تم طرح منتجات أخرى مماثلة مثل قلنسوات وسترات مضادة للرصاص يمكن ارتداؤها عندما يشتد البرد. ولفتت الألواح البلاستيكية أنظار وسائل الإعلام في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت في تشرين الأول أكتوبر الماضي بمدينة لاس فيغاس، والتي قتل خلالها 60 شخصاً، وذلك بعد مرور عام على مقتل 50 شخصاً خلال حادث إطلاق النار على ملهى ليلي بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا. وتشير الإحصائيات إلى تزايد وقوع عمليات إطلاق النار مع تقلص الفترات الفاصلة بين وقوع كل حادث قتل وآخر خلال الأعوام الأخيرة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
إلى اللقاء.